عليكم السلام. اتفضل يا اخويا. شرف طيبك. كل سنه وانت. جاهز. بس انا عملت واحده عشان وقت الحلقه قليل. هي اللي عملتها. خليكم مركزين. وعملنا النهارده وضفنا مع بعض وجبه متكامله غنيه بكل مكوناتها. معانا الرز، معانا الفراخ، معانا اللحمه المفرومه، وعملناها بطريقه جديده ومختلفه. استنونا بكره في حلقه جديده وباكله جديده. في عندنا شوية وحود، شوية بننسى النعمة بسهولة. يعني لو احنا متعودين على مستوى ما معين فانتقلنا الى المستوى الارقى في مادي، يعني الامور المادية، مجرد بس ان احنا ننزل شوية الى المستوى السابق، لا احنا المستوى السابق، لا احنا مش هنحب ده اصلا. طيب، يعني عند أبو هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر